المالتي فيتامينز هل من شأنها ان هي تساعد على فتح الشهية فبالتالي زيادة الوزن للناس اللي عندهم النوع ده من المشاكل؟ انا قصه ان الفيتامينات بتتخن دي، انا الفيتامينات انا خدت قلب مالتي فيت وخسيت. لا القصه دي مش صح خالص. بالعكس، انت بيدي لك طاقه اكتر، بيعلي ميتابوليزم الجسم اكتر، بيعلي الحرق اكتر. بالعكس انت بتحول الاكل طاقه. ما بيعلي الحرق اكتر معناه انه يبقى بيخسس بقى اكتر؟ بيخسس طبعا. بيساعد جدا على انقاص الوزن، لان الاكل ما بيتراكمش، ما بتحولش لدهون. هو الاكل على طول بتحول طاقه، فيتامين سي، فيتامين اي، فيتامين بي كومبلكس، بيدي لك طاقه، بيدي لك مناعه وبتخس. قصه بس الحاجه الاكيده ان كده كده المكملات الغذائيه ليها اهميه كبيره، لان الاكل لوحده مش كافي انه يدخل جسم الواحد الكم المطلوب من الفيتامينز والمعادن الى اخره. والحديد يمكن اكتر ناس عرضه كمان للنبات، فقر الدم دي قصه كبيره قوي. يعني فقر الدم يعني الاكسجين مش هيوصل للخلايا، يعني هدوخ، يعني الاكسجين مش واصل لمخي. قصه كبيره. من اكتر الناس اللي بيتعرضوا للفيجيتيريانز طبعا، لان بياكلوا الحديد من النبات، النبات الحديد بتاعه رديء الجوده مش بيمتص اصلا. حتى اللي بياكلوا اللحوم، يمكن ناس كتير عندنا ما بتاكلش، ما بتعتمدش على غداهم في اللحمه، فانت اكيد عندك نقص في فيتامين بي. الحلو ان فيتامين سي، فيتامين سي بيعلي لي نسبه الحديد، ودي حاجة مهمة. فالفيجيتيرينز أكتر عرضة، اللي ما بياكلوش لحمة كتير أكتر عرضة لفقر الدم أكيد. طب أنت كنت يعني في مجمل إجابتك على سؤال يعني فات من شوية قلتي مصطلح كفاءة الدم أو كفاءة خلايا الدم. صح. الكفاءة دي تقصدي بيها إيه؟ كفاءة خلايا الدم، الدم مكون من كرات الدم الحمراء الاريثروسايتس. لازم دي تبقى كفاءتها عالية، وبنعززها بالب مالتي فيت، لأن هي اللي بتنقل الأكسجين من الرئة للخلايا. تاني حاجه الليكوسايتس، كرات الدم البيضاء اللي مسؤوله عن حرب الفيروسز اللي موجوده دلوقتي. فدي مهمه جدا ان احنا ندعمها بقلب مالتي فيت اللي احنا شايفينه على الشاشه. تالت حاجه عندي الثرومبوسايز، الصفائح الدمويه. الصفائح الدمويه دي اللي مسؤوله عن تخثر الدم او تجلط الدم ويمنع النزيف، عشان لما نيجي نتعور ما نهدرش دم، نقدر ان احنا نلم الدنيا يتجلط. دي الثرومبوسايتس. والبلازما لازم كفاءه الدم تبقى عاليه في كله، مناعتي تبقى عاليه، كرات الدم الحمراء تبقى عاليه. هناخد قلب مالتي فيت هيظبط لنا جدا كفاءه الدم، هيظبط لنا مرور الاكسجين في الخلايا، هيظبط لنا مرور الفضلات تطلع على الكبد والكلى ونتخلص منها. العبوه اللي احنا شايفينها ده قرص واحد بس يا كريم في كل الفيتامينات والمعادن دي، هيتاخد يوميا. لازم اقول ان بيبعتوا لي كتير جدا جدا، بنشوفك في قناه الاهلي، ان يجيب القلب مالتي فيت فين؟ مش هتلاقوه عندي على السوشيال ميديا، هتلاقوه في الصيدليات. كلموا الصيدليه اللي عندكم، الساده الصيادله يقدروا كمان يطلبوه عن طريق بس الرقم. لكن انا احب المكمل الغذائي الحقيقي اخده من الصيدليه، ده مهم. طبعاً. جدا. انت كده بيدي لك الامان، انت بتبلع حاجه. لا، وبعدين بقينا مؤخرا في قنوات ما يعلم بها الا ربنا، بقينا نشوف اعلانات ما يعلم بها الا ربنا لمنتجات ما يعلم بها الا ربنا، معموله كلها يعني ما فيش ذره شك انها معموله تحت بير السلم. لا بالظبط. يعني فطبعا شيء مهم جدا. لا ده خطر جدا على الصحه، خطر جدا. لازم اولا القناه اللي احنا بنطلع فيها قناه محترمه جدا، معروف عني من زمان بقالي 7 سنين لا يمكن اتكلم على حاجه غير وانا مجرباها وشايفه تراخيصها، وقلب مالتي فيت موجود في الصيدليات، فخلاص انت عارف ان قناه والدكتوره والتراخيص، فانت عارف ان هو امن ومعمول بكفاءه عاليه جدا. حلو. احنا